السلام عليكم بنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحه؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، فيديو جديد باذن الله. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم هذا النهار هذا كيف غادي يدوز عندي. بطبيعه الحال غادي نشارك معكم الغديوه ديالنا، واحد الغديوه اللي زوينه ما شهيتكم فيها. كذلك غادي نشارك معكم شي حويجات اللي خديتهم الاولاد، صراحه زوينين بزاف، غادي ينفعوهم وغادي يعجبوهم. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم. ما غاديش نطول عليكم، نخليكم مباشره تشوفوا معي الفيديو. فرجه ممتعه. اول حاجه بديت بها البنات هي الخبيزات اللي غادي ندير باش ندير فيهم السندويتشات. المهم غادي ندير خبز الدار اللي كيجي زوين بزاف، وهذا هو المعتمد عندي دائما. هنا عبرت 500 غرام ديال الدقيق الفينو. صافي البنات، دابا زدت واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، وزدت معلقه كبيره ديال خميره الخبز، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، ربعة المعالق كبار ديال الزيت العادي، وغادي نعجن بالماء دافي. كندلكوها مزيان، كنخليوها كتلصق شويه في الايدين وصافي، ونغطيها ونخليها حتى كتخمر. هذه العجينه ديالي المعتمده دائما. قبل ما نبدا نعجن البنات، بغيت نهضر لكم على هذه العجينه هذه البنات. بزاف قالوا لي الا جربتيها مده طويله قوليها لينا. دابا يمكن تقريبا عندي شي شهر ولا اكثر شي شويه كنعجن فيها بزاف. درت فيها كيكات، درت فيها الكريمات، طلعتهم صراحه صطات زوينه بزاف. وبغيت غير نقول لكم الا بغيتوها حتى نتوما، غادي نحط لكم الرابط ديال الموقع ديالهم في صندوق الوصف وفي اول تعليق. كذلك غادي نحط لكم كود برومو اللي مازال خدام، اللي هو ليلى 22. البنات هاد العجينه رخيصه بزاف، وفاش كتدخلوا كود برومو كيتزاد يتنقص لكم من الثمن ديالها، لذلك سارعوا باش تاخذوها لانها راه زوينه زوينه وثمنها جد جد مناسب. صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم. هاي العجانه راه كاينه في البيض وكاينه في الكحل، واي حاجه ماشي بالضروره انكم تاخذوا العجانه، اي حاجه خديتوها من هذا الموقع دخلوا فيها الكود برومو اللي هو ليلى 22، غادي تنقص لكم من الثمن ديالو. دابا غادي ندوز نوجد الحشوه البنات. هنا عندي الصدر ديال الدجاج، عندي تقريبا الصدر ديال جوج دجاجات قطعتهم بحال هكا شريطه طوال. غادي نضيف لهم واحد ياغورت مسوس، غادي نضيف شويه الاعشاب المسيمه، ممكن ديروا غير الزعتر الا ما عندكمش. والتوابل غادي ندير التحميره، شويه ديال السودانيه، خرقوم بلدي، سكنجبير، بزار، الملحه، واحد الضويمه ضويمه ديال بودره الثومه. صافي دابا غادي نخليهم مرقدين شويه، عاد غادي نطيبهم مع البصله. هنا عندي بصله كبيره مقطعه بحال هكا شرائح رقاق، فلفله حمراء وفلفله خضراء حلوين. صافي البنات، الخبز ديالي راه خمر. دابا غادي نشكلو كرات، هانتوما عارفين الحجم ديالو. غادي نشكلهم كرات متوسطين، ما غاديش يكونوا صغيورين بزاف وما غاديش يكونوا كبار. غادي راكم عارفين كيفاش كنديروا الخبز، غادي نكورهم ونقرصهم ونخليهم يخمروا مره اخرى وندخلهم يطيبوا. صافي البنات، هنا راني قرصت الخبيزات ديالي، هما شفتوا، غادي غطيتهم خليتهم يخمروا. في نفس الوقت غادي نجي ندير دابا الدجاج والفلفله، المهم غادي نزيد شويه ديال الخليط ما بين زيت الزيتون والزيت العادي. غادي نخليهم يتشحروا شويه، عاد غادي نزيد هذاك الدجاج. صافي من بعد ما تشحرات البصله وبدات تطيب ليا الفلفله هانتوما، غادي نزيد دابا الدجاج. ما زدتش التوابل حيت دايره في الدجاج ديال فيه التوابل. صافي غادي نبقى نحرك حتى كيطيب الدجاج وصافي، كتكون الحشوه ديالنا واجده. صافي البنات، هنايا راه طاب الدجاج. هنا غادي ندوز نوجد واحد السلطه ديال الملفوف اولا الكروم، المهم هادي كتجي زوينه وكتعجبنا بزاف، فيها هنا ليشو، وغادي نطحنو بحال هكا في الهشوار كيولي بحال هكا رقيق. عندي جوج خيزوات حتى هما غادي نطحنهم بحال هكا. صافي البنات، هنا طحنت حتى الخيزو. بالنسبه للصوص اللي غادي ندير، هنا درت علبه ديال الياغورت الطبيعي يعني بالصوص،
جوج معالق كبار ديال المايونيز، ودرت معلقه كبيره ديال عصير الحامض، جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، ومعلقه صغيره ديال الملحه صافي. وغادي ما تكونش عامره مع العصيره ديال الملحه، غادي نخلط كلشي مزيان وغادي نضيفوا لهاد المكونات هادو نخلطهم وصافي السلطه كتكون واجده كتجي لذيذه. صافي البنات من بعد ما طفيت البوطه زدت شويه ديال الزيتون مقطع دوائر، صافي غادي نخلطها شويه ونخليها بحال هكا على ما يكمل الخبز يطيب، وديك الساعه نعاود نسخنهم شويه حيت خاص يكونوا سخان حيت ما غاديش نديرهم في البانيني ولا شي حاجه. صافي البنات هما الخبيزات ديالي من بعد ما طابوا كتشوفوا كيجيو رطبين ومتبربعين سخان، كنغطيهم باش ترجع عليهم السخونيه وكيرطابوا اكثر. غادي ناخذ الخبيزه ديالي وغادي نحلها بحال هكا، هنا البنات تشوفوا وجدت الخضره ديال العشاء. المهم راكم عارفين كنوجد كلشي على تيساع. غادي ناخذ الخبيزه ديالي غادي ندهن بشويه ديال المايونيز او لاي صوصه تبغيوها. وغادي ناخذ الدجاج وغادي ناخذ الخبز ديال الساندويتشات غادي ندير بحيطه بحال هكا وصافي الساندويتش ديالنا كيكون واجد. صافي البنات هادو هما الساندويتشات ديالنا، راه كيجيو لذاد بزاف غير جربوهم، والخبيزات كيجيو هشاش ورطيبين. شوفوا الساندويتشات ديالنا صافي، عمرت 6 ديال الوحدات، كل واحد ياخذ وحده واللي بغى يزيدو يزيدو. اما عزيز ما كاينش عزيز تيجي للعشاء ان شاء الله، وجدت داكشي ديال الطاجين كيف شفتو معايا. ايوا صافي دابا غادي نمشيو نتغداو بعدا، دابا ونطلعوا في العشيه غادي نوريكم بعدا السلطه حتى هي كيف جات. وهي السلطه ديالنا حتى هي كيف كتجي، كتجي زوينه وبنينه ها هي. صافي هذه هي الغديوه ديالنا، غادي نعطيهم كاس ديال العصير او لا، المهم تنشوف كاين العصير وكاين المناضه نعطيهم اللي بغاو. وصافي هذه هي الغديوه ديالنا خفيفه ظريفه ودغيا دغيا كتوجد. هما البنات انا مشيت ناس تغدينا، مشيت ناس ارتاحيت حيت درت شي شغالات عاد باش مشيت ناس صراحه. ايوا دابا نط شهوتي في شي شوربه تكون خفيفه ودغيا دغيا كتوجد. لقيت هذه راه يلا خرجات هذه الشوربه ديال الشوفان بنكهه القرفه وزهره البرتقال. المهم انا اول مره غادي نجربها، غادي نطيبها ونرد عليكم الاخبار نقول لكم كيف جات. المهم هنايا درت اترو لاروب ديال الماء وغادي نزيد عليه 4 اترو الحليب، داكشي اللي دايرين في داكشي اللي كاتبين هما هنا اللور ديال العلبه. غادي نضيف ليه هذا الخليط هذا، غادي نخويه هنا وغادي نخليه حتى كيغلى تقريبا شحال غادي نخليه تقريبا واحد غادي نحركو مزيان حتى كيغلى. من بعد ما يغلى كنغطيه ونخليه شويه محلول ونخليه 5 دقائق ونطفي عليه تتكون واجده. انتم البنات راه طبيعيه هذه راه فيها الشوفان، هانتوما شفتو الشوفان ديال زعما هكاك طري طبيعي. صافي البنات هاي من بعد ما وجدت شوفوا كيفاش كتجي، خليت تبرد شويه وغادي نضوقها ونقول لكم الراي ديالي. هي صراحه انا البنات هادي بنينه، اولا بنينه ماشي مالحه بحال حلوه شي شويه، ماشي حلوه ولكن عطيها واحد المذاق بحال هذيك الحلاوه الطبيعيه ما فيها شويه ديال الملحه وصافي غير باش مهرسين بها الحلاوه. اما هي الملوحيه ماشي مالحه حلوه، وبنات القرفه ماشي مجهده فيها، كتحسي ببنات القرفه ولكن ماشي ديك البنه المجهده. فيها المذاق ديال الزهر بالنسبه اللي كيعجبهم هكا المذاقات ديال القرفه والزهر زوينه بزاف، وحتى المذاق ديالها شي حاجه اللي مغايره على اللي عارفين كنديروا. المهم هي ماشي مالحه حلوه ولكن بنينه وخفيفه
ماشي طايله، جات واعره والله حتى واعر بحال هكا الفطور واعره. هادي الشوفان مع القرفه ونكهه الزرع الزهر، والله الا فكره زوينه صراحه. وما انا غادي نكمل الزلافه ديالي ونوض نجمع الدنيا. المهم البنات انا رجعت معكم، بغيت نوريكم شي حويجات اللي خديتهم للدراري ساجا وصهيب وهدايا وادم حتى هو. المهم هادشي البنات راه كنت فايت ليا مشاركه معكم شي حويجات بحالهم ولكن مغايرين، يعني كيفاش كيتعلموا الحيوانات، الالوان، الارقام، الحروف، بزاف ديال الحوايج اللي زوينين بزاف، كيلعبوا كيدوزوا الوقت زوين وفي نفس الوقت راه كيستافدوا. غادي نوريكم هاد المره وصلوني هاد جوج ديال العلب، كل وحده فيها اسم، كاينه ديال هدايه وكاينه ديال صهيب، كذلك هذه ديال ساجا هذه ديال ادم. المهم هذا الشيء اللي كاين فيها هنايا كيكون مع هذه البواطه ديال الصباغه اللي زوينه بزاف، وكيكون مع هذه الماسكات. ها صهيب كيلون، وري صهيب هذاك الماسك ديال، ها هو صافي خليه. وهاد الماسكات البنات فاش كيلونوهم كاينه بلاصه هنا كيديروا فيها اللاستيك ويقدروا يديروا في وجههم. هانتوما شوفوا كيجيو بزاف ديال الماسكات اللي زوينين. هانتو صهيب كيوريكم، وكيجي بحال دابا هادي كيتعلموا بها الحساب، راه بلاستيك غليظ. هانتوما شفتو هادو ديال صهيب، وهادي البواطه ديالو شنو فيها، فيها هاد الماسكات، فيها هاد البواطه ديال الصباغه، فيها هادو من الصفر حتى لعشرة كيتعلمهم، وفيها كذلك الالوان كيتعلم الالوان، فيها كيجي مع هاد السيلو هذا، كذلك هدايا حتى هي كيجي مع واحد كيجيو في البواطه ديالها واحد الماسكات اللي كيكونوا خاصين بالبنات. ها هدايا كتلون في الماسك ديالها، ساجا كتلون، ساجا راه غير خدات الهدايا ممكن يلاقي. هادو هما الماسكات ديال الاولى اللي غادي تصبغهم من هدايا، وكاين هادي كيتعلموا فيها الالوان حتى هي زوينه، كاين هادي الالفابي كلهم من ا حتى زد. ها هما شوفوا، مهم جميع الحروف كاينين، ها هما. وحتى هي عندها هادي ديال الحساب، وكاينه هادي كاينه هادي بحال دابا مثلا مكتوبه ا بي، هنا خاصها تكتب سي، كيكتبوا سي، ها هو السيلو ديال هدايا، راه كيكتبوا كيمسحوا بهادي، كيمسحوا بحال هكا كتمسح الشو. ودابا غادي ندوزو لديال المهم، دابا راه كيلونو مضاربين مع بعضياتهم كل واحد اش كيدير. دابا غادي ندوز نوريكم ديال ساجا وديال ادم. بالنسبه لديال ساجا ها نتوما مكتوبه ساجا هنايا، كيجي فيها واحد لاطخوس هكا طويل، وكيجي فيه السيلوات بالغوز، بالغوز بومه بالغوز، اي حاجه بالغوز، المهم واحد اللون اللي زوين. ها نتوما شوفوا زوينين صراحه، وكيجي معاهم هكذا هاد الوريقات هادو اللي ممكن تقيد شي حاجه الا خاف تنساها. هنا واحد ثلاثه ديال الدفاتر من الصغير حتى الكبير، هذا بغا ترسم فيه ساجا قالت لك، واحد بدا تقيد فيهم اللي بغات، كيجيو بحال هكا الديكور ديالهم زوين بزاف. وديال ادم تقريبا نفس السيل، حتى هو ثلاثه ديال الدفاتر من الكبير حتى للصغير. ها هو شوفوا هاد الوريده شحال زوينه، كتجي بحال هكا ثلاثه ديال الدفاتر شنو التفاخر. ولا تخوص حتى هو راه كيجي فيه، كيجيو فيه هادو حتى السجر عندها في الغوص، حتى هو السيل زرقين كلشي في الزرق. ها نتوما شوفوا صراحه داكشي زوين، بعدا ادم وساجا عجبوهم بزاف، وحتى هدايا عجبهم هادشي صراحه. ودابا بما انه اليوم ما غاديش اقراو غدا يجلسوا يلعبوا بهم. المهم ها نتوما هما البنات، هادو هما الالعاب اللي خداو، اولا هادو هما هاد الحويجات اللي خداو صراحه زوينين. غادي نخلي لكم جميع المعلومات على السيده اللي خديت من عندها في صندوق الوصف، الرقم الهاتف ديالها، الانستغرام ديالها دخلوا ليه باش تشوفوا شنو هما الاشكال اللي عندها، شنو هما اي حاجه عندها غادي تشوفوها في الانستغرام ديالها. داكشي زوين وكل مره كتجيب الجديد، والاهم البنات هو انها كتوصل لكم فيما كنتو حتى لباب الدار. وكذلك الاثمنه راه جد جد مناسبه، زوينين الاثمنه الخاص بزاف والله،
غير زعمو وسيروا خذوا من وليداتكم غادي تفرحوهم وصافي. هادشي اللي نقول لكم دابا الدراري هما راه غادي يبقى وحدايا هنا وانا غادي نمشي نقضي اغراضي في الكوزينه. اما سالا وهادي رسم ادي لوناتها هدايه ياك هادي نتيا هادي صهيب عليا كتشبه لي هادي صهيب وهادي ساجا هادي وسوفي ديال سالا واو الدم ديالي نشوف واو شفتو هدايا بوه انا هلا بابا.